أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي أن عبور شاحنة الدعم الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة تضامنا مع أشقائنا هناك هو رسالة قوية مفادها أن مصر هي عماد السلام. وأثنت الحملة على دور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وعلى رأسها قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة دولية واسعة من رؤساء وممثلي أكثر من 34 دولة ومنظمات دولية.